عدالة اجتماعية، عيش حرية، عدالة اجتماعية، عيش حرية، عدالة اجتماعية، عيش حرية، عدالة اجتماعية، عيش حرية، عدالة اجتماعية، طالب طاوية. أشعل سباق التوكيلات أجواء انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول، حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا وإقبال من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حاملين صوره، لما شكت المعارضة مما وصفته بالتضييق. وأعلن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي تعليق حملته الانتخابية مؤقتا، ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الاثنين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشيح للانتخابات في 5 من أكتوبر تشرين الأول المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته. ويشترط لقبول الترشيح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضو على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25,000 مواطن مما لهم حق للانتخابات في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1,000 من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.